لا عامل يا نايم استيقظ من السبات جرها وما في جواب الشكايات. حنا جينا نوصلوا الصوت ديالنا لهذا السيد العامل اللي ما بغاش يتصنت لينا وما بغاش يجاوبنا على الشكايات اللي درنا ليه، والشكايات عندنا بس صيفطنا ليه عندنا كل شيء ديالنا ما يثبت، وعندنا الشكايات القدام والجداد ديال هذا الشهر وكل شيء درناه. هذا السيد هذا ما بغاش يتصنت لنا، عندنا المشاكل الا ما قادش عليها يقولها فين كاين مشكل، الا ما قادش العامل يحل المشاكل يقولها، تكون عنده الجرأة ويقولها ونقبلوها منه ونقولوا السيد ضعيف ونتحملوه على الضعف ديالو، ولكن باش انت تكون مسؤول وحنا تلزمنا وتورك علينا وتضغط علينا وتسد لنا المنافذ والمداخل ديال القصاريات وتقول لنا هذا الشيء غير مقبول منك السيد العامل، غير مقبول منك بتاتا، ما نقبلوش منك. والترامواي جاي فين غيسد دوك الناس اللي في الشارع؟ دخلوا من عندنا ويزيد الاكتظاظ، عندنا البيشان، عندنا الباراسولات، وعندنا السوق الاسبوعي ولا عندنا، راه من غير الاربعاء والسبت راه ولا عندنا اكتظاظ، راه ماشي حنا غير حنا اللي كنعاني، راه حتى الامن كيعاني معانا في هذه المشكلة. الامن الناس ديال الامن كيعانيوا في السير والجولان، راه عندهم ضغط رهيب يومي، وانتم سديتوا لنا الممرات والمنافذ، فين غندخلوا حنا؟ فين غندخل البومبيه؟ فين غندخل لابيلانس الا غيتهزغا واحد ميت؟ راه حتى الساكنه كتعاني، راه ماشي غير حنا، واجي عندنا وشوفنا. هذا السيد العامل نتحدى واش عمرو جا طلع علينا؟ واش عمرو سول فينا؟ حنا راه الرعايا ديال سيدنا، حنا راه عاش الملك، حنا راه مع سيدنا، انت راه بوحدك كتزغرت في واحد الجهه بوحدك ضد التيار. حنا راه ماشي ضد الفراشيه، نظمها وقننها، حنا معاها ونساعدوكم ونجلسوا ونتحاوروا، حنا شدوا غير العصا من الوسط، حنا راه ما جيناش كنطلبوا بالمستحيل، حنا بغينا غير منين ندوزوا وتدوز سلعتنا ويدوزوا عندنا الكليان ديالنا، ولكن انتوما ما كتصنتوش لينا، هذا الشيء علاش جينا حنا ودرنا اليوم هذه الوقفه الاحتجاجيه.